وننهي بخبر أو بالخبر الأبرز لهذا المساء، حيث حسمت السلطات السعودية ظهر اليوم في مسألة موسم الحج لهذا العام بأن أعلنت أن الموسم سيتم بأعداد محدودة من الحجاج من المسلمين المقيمين أصلا في الديار السعودية، أي أنه لن يسمح بمشاركة حجاج قادمين من خارج المملكة، وذلك بسبب استمرار جائحة كورونا وخطورة تفشي العدوى في المجتمعات أو في التجمعات والحشود البشرية. وجاء في بيان لوزارة الحج بالمملكة العربية السعودية أن هذا الإجراء يأتي أيضا تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية، لافتا إلى أنه تم اتخاذ القرار بناء على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم.